بسم الله الرحمن الرحيم. التحية لكم مشاهدينا وحبابكم عشرة في بيتكم بيت الهنا. العلاقة ما بين الأزواج بالتأكيد دايرة لها نوع من الاستقرار، والاستقرار بيتوفر في العلاقة لما تكون فيها حالة نفسية مرتاحة ما بين الزوج والزوجة. بحكم العلاقات زي ما بقول الاجتماعية وبحكم التطور الموجود، بنلقى إنه في عامل الدراسة ممكن يدخل لأي من الزوجين. يعني الواحدة قبل ما تتزوج ممكن تكون ما كملت دراستها، حابة هي تكمل، هتكمل ولا لا بعد الزواج؟ يمكن دي تكون شوية الأمور اللي بتأرق العروس. حتى الزوج على فكرة يعني ممكن يكون عنده دراسات عليا أو داري يكمل الجامعة، فهي بتكون المسألة نوعا ما مترابطة. كيف إحنا نحاول قدر الإمكان إنه نخلق ما بين الدراسة وما بين العلاقات الزوجية يكون فيها نوع من التوافق ويكون فيها نوع من الاستمرارية، وبالعكس هي تكون إيجابية أكثر من إنها تكون سلبية؟ هنناقش الموضوع ده بصحبة أستاذة سلافة بسطاوي، هي أخصائية اجتماعية، هتشرفنا بعد شوية في صالون بيت الهنا. أهلا بكم وأهلا بها. بيت الهنا. أهلا بكم مشاهدينا، وصلت لصالون بيت الهنا أستاذة سلافة الأخصائية الاجتماعية، وهي هتحدثنا في موضوعنا اليوم عن التوفيق ما بين الدراسة والزواج. أهلا بك كثير وشرفتينا في بيت الهنا. مرحبا بك ومرحبا بيت الهنا ومرحبا بكل المزوجين والدارسين بإذن الله. أهلا بك كثير. لما نجي نتكلم على الدراسة يعني بالنسبة للمتزوجين، خلينا نتكلم على الزوج والزوجة، دائما بنتكلم على البنت في بشكل عام. يعني يا تو أهم، الزواج بالنسبة للشاب الدارس ولا الشابة الدارسة؟ الزواج يعني هو قيمة اجتماعية لها أصول ولها طقوسة. الأصول والطقوس بتاعتها بتختلف من فهم كل يعني مجموعة بتاعت أسر أو مفاهيم بتاعت أسر خاصة بهم. في منهم من يحبذ الزواج قبل التعليم، وفي من يحبذ التعليم قبل الزواج، وفي منهم من يستصحب الاثنين معا، يعني يشجع عليه أنهم يكون الزواج ولا التعليم أو الدراسة. فالاثنين هم مهمات في حياة الشخص، لأنه زي ما قلت الزواج قيمة اجتماعية. طالما هو قيمة اجتماعية هو بيكمل شكل اجتماعي محدد، بدي مفاهيم محددة في تكوين الأسرة وتكوين المجتمع بشكل عام. صحيح. الدراسة نفس الحكاية، هي بتكون شخصية الشخص، بتدفعه لرؤى متجددة ولمواكبة بتاعت تطور بتاع حياة بشكل كبير، حتى على مستوى الشخص أو على مستوى الأسرة ممكن يقودها. فالاثنين مهمات. صحيح. مع بعض. طيب هما الاثنين مهمات، لكن هل ممكن درجة الأهمية دي تختلف إذا كانت الدراسة بكالوريوس أو إذا كانت ماجستير أو دكتوراه مثلا؟ التعليم هو التعليم، والسعي وراء التعليم وهو ما عنده حدود، بل ما عنده يعني فترة عمرية محددة، أو ما عنده مرحلة تعليمية محددة. صحيح. فالتعليم الأساسي مهم جدا جدا، لو ما الأساسي ما بكون اللي بعده. والتعليم العالي هو برضو مهم لتطور المفاهيم زي ما قلت في المجتمع بشكل كبير، وبتدي الناس رؤى محددة في كيف التعامل مع كل ما يحدث من تغيير في المجتمع. فعشان كده التعليم أنا بفتكر من وجهة نظري في إنه إذا كان أساسي أو إذا كان تعليم عالي، فالاثنين أهميتهم واحدة تماما. تمام. أنت ذكرت لي بأنه هي كشيء مهم جدا، لأنها بتحدد شخصية الإنسان وبتساعده طبعا في تكوين شخصيته وكده، مسألة الدراسة والزواج. طيب بالنسبة لأعباء المنزل يعني وأعباء الزواج، أكيد مسؤولية أبدا ما سهلة بالنسبة للزوجين، فكيف هي ممكن تكون فيها نوع من التوافق ما بين الزواج وما بين التعليم؟ دي بتوقف على مدى تفهم الزوجين لبعض للمهمة القايمين بها، هي اللي هم جمعوا بين اثنين، جمعوا بين مهمة الزواج وما يترتب عليه، وجمعوا بين مهمة التعليم وبرضه ما يترتب عليه برضه من التزامات نحو التعليم ذاته والدراسة. كل ما كانوا متفقين تماما، وكل ما كانوا رتبوا أوضاعهم بشكل جيد بحيث أنه ما تتعارض أو تتداخل مهام التعليم وتأثر على الحياة الزوجية أو العلاقة الزوجية، أو العلاقة الزوجية تأثر على المسيرة التعليمية. كل ما كانوا متفقين وعندهم رؤى واضحة في أنهم كيف يتعاملوا مع الدمج
الوضعين. كل ما كانت الحياه بتكون اسهل بالنسبه لهم ويكون فيها نوع من 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 التفاهم يعني. تمام، والتفاهم والتوافق اللي انت ذكرتيه ده موجود في قصه احنا جهزناها سماح وسمير من الشباب اللي عملوا على التعليم وهم متزوجين وعندهم اطفال. تعالوا نشوف وفقوا ما بين العلاقه اللي هي الزوجيه وما بين التعليم كيف. تفضلوا. تزوجت 2002، كان مفترض أول حاجة أكمل القراية بعد كده أتزوج، لكن جاد على كده إني أنا أقطع القراية واتزوجت. واصلت بعد ما اتزوجت ما لاقتني معارضات، بالعكس أنا يعني كان بيحفزوني كثير على القراية. طبعا التوفيق بين العمل والزواج والبيت شيء صعب جديد يا الله. الزواج ما عايق للدراسة والله، وبشجع على زاري كمان، زاري يعني عنده طموح داري يعمله، فزاري الحمد لله ده شجعنا ذاته زول متزوج ويدرس ويعمل، ده والله شيء كثير وشيء متعب يعني مر الله الزين. العلاقة بين عيالي وبيني أنا وأنا بدرس الحمد لله ما أثرت عليهم إطلاقاً. الحمد لله قدرت انه اوفق بين زوجي واوفق بين بيتي واوفق بين قرايتي. والله حقيقه هي صعبه شديد، صعبه شديد جدا جدا، فبنتعاون يعني هي تشيل وانا اشيل، هي تخوض وانا اخوض، وتسهل لي بجاي مره وانا اسهل لها، وتم دراستي في تم الدراسه والحمد لله تمت بخير الحمد لله. الحمد لله انا زوجي يعني قدر يعني يتوافق علي في انه ما يمانع، كان بيعذرني يعني مثلا في حاجه في البيت ناقصه، بالعكس هو بيتم علي. من هنا بقول لامي الله يديك لي الصحه والعافيه، طبعا هي الدور الكبير وهي المساعد، يعني ما اقدر اوصف لكم، هي يعني بجد انا خدت عليها الحمل كله، بتهيئ لي جو القرايه. يعني انا ما قدرت اقعد في بيتي، بقوم بمشي لامي يعني. وفي سنه من السنين انا طبيخه ما قاعده اطوق، انا امها بتسوي لي انا بتجيب لي انا هي. ما في حاجه بتعيق العلم، يعني مهما يكون يعني رغبتك قويه بتقدر تحقق، بتقدر تطلع للصعب. والله نعم بفكر انا اتم دراستي للدراسات العليا وارفعها ان شاء الله، وودي تجربتي دي كان لبعض الاخوان واديها لبعض الزملاء في العمل، انه الانسان يقدر يوفق بين الدراسه وبين العمل وبين الزواج. انا طبعا طموحاتي كبيره، انا ما اظن اقدر اتوقف، انا ان شاء الله وما حتوقف ان شاء الله، حكمل وححضر ان شاء الله، بعد كده حاشتغل في المجال اللي انا قريته ان شاء الله، وعندي رغبه اني اخش جامعات تاني ان شاء الله باذن الله. يلا باي باي. يعني شيء جميل بالتوافق اللي احنا شفناه ما بين سماح وسمير، ونتمنى ان شاء الله انه الشباب عموما يكونوا بنفس الطريقه ويكونوا بنفس الكيفيه ويتعاملوا مع بعض بشكل رائع كعلاقه زوجيه، وايضا يحفزوا بعض في مساله التعليم. في بعض الناس استاذه سلافة بيتعاملوا مع البيت بانه افضل ليها انها تتزوج احسن من انها تدرس، يعني القرايه ملحوقه زي ما بقول. طبعا زي ما قلت لك انه في بعض الثقافات اللي هي بتحتم انه البيت افضل لها الزواج. اذا بعد ذاك يتوافقت مع زوجها او يتفهم وضعها في انها عايزه تواصل تعليمها دي تكون متروكه لهم هم كازواج، لكن هي كبيت هم بيفضلوا انها تتزوج. يقول لك مخيره بعدين مع راجلها، يعني أيوة داري خليها تقرا او ما عايزه. أو نعم، فدي الاسره بتتخوف في يعني، وده فهم سائد والناس كثير كتبت فيه وقالت فيه في انه كل ما كان مستوى البيت تحديدا يعني بقى يعني نالت مستوى عالي من التعليم كل ما قلت فرص الزواج لها، فالاسره بتخط المخاوف دي وبتحس انها تخليها انها تتزوج وبعد ذاك تواصل تعليمها بالكيفيه اللي بتراها هي مع زوجها يعني. دي واحده من المخاوف اللي بتخليهم بعدين بيحسوا انه التعليم ممكن يسحبه ويمكن يعني تتقدم في السن وبعد ذاك
فرصة زي برضو تقل منها. برضو تاني بيخطوا في المخاوف في أو بيدفعوها في إنها تتزوج في إنه هم الوضع اللي عليهم هم، إذا كان اقتصاديا أو إذا كان اجتماعيا أو إذا جاء عرض من عريس يعني مناسب، دي فرصة ما يضيعوها، بيحاولوا إنه يغتنموا هذه الفرص بوضعيتهم الاقتصادية ووضعهم الاجتماعي بالعريس المناسب، فبيقوموا يعني يستغلوا الفهم ده واستغلوا الظرف ده صحيح ويشجعوا على الزواج. صحيح. طيب الأسرة كيف بتخلي يعني تستطيع بأنه الشاب ولا الشاب أنهم يتخذوا قرار الدراسة مع الزواج؟ يعني بيعتمد على شنو بالظبط؟ ده بيعتمد على أنه الشاب ممكن الشاب يكون هو بيقرأ وبيكون شغال، يعني بيكون عنده دخل بتاع يعني دخل مادي يقدر يقود به أسرته، لكن الشاب اللي بيكون هو أصلا الأسرة ما زالت بتدفع له في مصاريف الدراسة وهي يفكر في الزواج، أكيد الأسرة هنا بتعارض تماما، بحيث أنه يكون دعب برضو على الأسرة طبعا. وهنا الأسرة بتعارض تماما. إذا الشاب بقى هو جاهز أو هي ذاتها برضو بتكون الشابة إنها هي جاهزة إنها عندها فرص بتاعت عمل أو بتعمل، فدي كتير من بتغير من مفاهيم الأسرة وبتحس بأن الأسرة ممكن ديل يتوفقوا تماما في أنه يغودوا أسرتهم بالشكل الطبيعي، وبعد أقبل الأسرة بتكون عرفت تماما في أنه طالما فكروا في أنه هم يتزوجوا بالوضعية دي معناها هم عارفين أنه إمكانياتهم المادية وضعهم الاقتصاد والاجتماعي في أنهم بيساعدهم في أنه هم يعني يتم زواجهم، بل بيرفع من الأسرة عبء أصلاً أنهم حيخذوا، فالأسرة بتقوم بتوازن على حسب توفير المادة بالنسبة لهم. طيب أستاذ سلافة، في بعض العوائق الممكن تعيق عملية الدراسة مع الزواج، يعني يمكن بتكون جاتك حالات من النوعية دي؟ من العوائق اللي هي حتى الصرف المادي، لأنه الدراسة نعلم تماما هي عايزة صرف، صرف ما سهل يعني، صرف ما سهل. والأسرة نفس الحكاية، إنها دايرة عشان تأسس أسرة وتقوم بكل الالتزامات برضه دايرة توفير بتاع مال. دي حاجة. فرص العمل هل متاحة كانت بالنسبة لهم برضو؟ إذا بقت ما متاحة برضو بتكون في إشكالية، إذا كان العمل مستمر أو عمل مؤقت برضو هذه بتكون واحدة من التحديات اللي بتواجه بعد ذاك، الكيفية اللي بيكونوا هم عليها. بالإضافة لكده نوع الدراسة ذاته، في نوع دراسة مكلف نعلم تماما في بتتفاوت أو تتباين المصاري بتاعت الدراسة. صحيح. في دراسة بتكون تكاليفها باهظة، وهل هو يستطيع مع أعباء الأسرة بتكون صحيح يتوافقوا فيها. صح. بالتالي بنكون برضو من التحديات بتواجه إنه يكون يحصل يعني مثلا حمل مثلا، برضو عنده يعني بيكون عنده احتياجاته من مرحلة الحمل لغاية مرحلة الوضوء، دي برضو بتخش في البرنامج الاقتصادي بتاع الأسرة. صح. في الاهتمام في توفير الوقت في انه يكون للدراسة، يكون لانها هي وضعها الصحي ما بيسمح فينا تواصل دراستها بشكل جيد او تتابع يعني شكل علاقاته في الأسرة وشكل يعني تكوين أسرته بشكل ممتاز، يعني دي كلها تحديات بتكون في بالهم. هل وتاني بتوري في انه او من التحديات بتوري في انه هل الأسرة هي بتساعدهم طالما هي أمنت على إنهم هم يواصلوا تعليمهم لكن يتزوجوا؟ هل الأسرة بتساعدهم؟ هل أسرة منو حتساعد؟ هل فهم الأسرة في إنه فعلا هم محتاجين لمساعدة؟ هم بيكونوا قريبين منهم؟ وبعدها بتكون دي تحديات كلها بتواجههم وبتكون عايزة موازنات دقيقة منهم الاثنين. صحيح يعني. صحيح. في ممكن تكون بعض المشاكل النفسية اللي بتكون نتيجة للضغط الكبير بالنسبة للامتحانات والدراسة، وبالمقابل برضو اللي هي النواحي الاجتماعية خارج المنزل وداخل المنزل كمان. أصلا عدم التوافق في أي شيء بيجيب ضغط نفسي، عدم التوافق في الحياة، يعني الواحد يعلم تماما في إنه دي مهام مفترض يقوم بها أو ينجزها، لكن يعجز لظروف هو يعلمها تماما لكن ما قادر إنه ينفك منها، يعني دي بتمثل ضغط عليه، لأن الحياة أصلا هي مستمرة، يعني المشكلة بالظل قائمة، لكن يصبح عليه صباح جديد أو يصبح عليه يوم جديد ويجيب معاه عبء آخر يعني، بل تتراكم، فدي كل ما تراكمت المشكلة وكل ما صعبت جوانبها كل ما كان الضغط النفسي عليهم بيكون عالي جدا جدا، فممكن يأثر في شكل التحصيل الأكاديمي، يأثر على شكل العلاقات الاجتماعية مع أفراد الأسرتين يعني، أو يأثر على شكل العلاقة بين الزوج والزوجة ذاتها. صحيح. أو يأثر على صحتهم يعني في تناول الطعام، يكون ما عندهم رغبة في توفير احتياجات البيت بشكل جيد، يكونوا هم ما عندهم استعداد في أنهم يغيروا من وضع البيت، ودي كلها حاجات بتأكد في أنه في أزمة نفسية الأسرة دي معربيها، وبيأكد تماما في أنه
الأسرة دي إذا ما لقت من يعينها أو ما لقت من يطرق بابها في إنه يفتح لهم آفاقهم يوسع لهم المداركهم ويدوم خبرات في إنهم كيف يتجاوزوا هذه المرحلة، فأكيد يعني بيحصل تأثير كبير جدا جدا على الأسرة، وتأثير بيكون طبعا بالتأكيد بيكون سلبي. إحنا طبعا ما عايزين التأثير السلبي ده يحصل، وعايزين بالعكس إنه البيت دائما يكون بيتهم بيت هنا. هنعرف إنه بعض الوصايا والنصائح بالنسبة للزوج أو الزوجة إذا كانوا الاثنين دارين الدراسة. نتواصل معكم أستاذة سلافة ونتواصل معكم مشاهدينا بعد الفاصل. بيت الهنا. نتواصل معكم مشاهدينا وكيف هو التوافق ما بين الزواج وما بين الدراسة. نمشي المرة دي ونتكلم عن يعني أهل الزوجة مثلا كيف بينظروا للشاب اللي هو أو راجل بيتهم اللي بيشتغل مثلا وفي نفس الوقت بيدرس، وفي نفس الوقت أهل الزوج كيف هم بينظروا للزوجة في حالة إنها بتدرس. دي كشيء اجتماعي بحت، تشوفيها كيف بتجارب المرض بيك أستاذة سلافة؟ أهل الزوج طبعا هم يعني بثقافة بتاعتنا في إنه يعني ابنهم دي لازم يلقى وضع أفضل، لازم يلقى كيفية بتاع التعامل بيفهم محدد، لازم يلقى اهتمام ورعاية وإشباع رغباته وحياته وتكون ملبية احتياجاته، لأنه أصلا بتربى على أنه كل الحاجات تكون يعني ملبية له بشكل كبير يعني. أيوة. فبيحسوا بأنه الدراسة دي هي بتأثر في كم الحاجات المفترض تتوفر له في الوضع الجديد هو كزوج يعني. بيحسوا بانهم ولدهم محروم من حاجات كثيره بحسب فهمهم هم يعني، رغم انه ولدهم يكون كل راضي كل الرضا عن الوضع يعني. أيوة. لكنهم بيتدخلوا بانهم مثلا ليه مثلا بتاكلوا سندوتشات ما تطبخ مثلا يعني. ايوه عشان هي عشان ما متفرغه للبيت عشان كده بتجيب السندوتشات مثلا. انت شوف صحتك بقت كيف، حاول يشك يكون في نفسه هو ذاته في انه فعلا في حاجات كثيره. يقول لك ولا دي مصران ونشف. لا مصران ونشف يعني بحس بحاول يحسسوه بحاجات انه هو ذاته مقتنع تماما انه الحاصل دي هو فتره مؤقته مهما كانت سنه او سنتين او غيرها، لكن بتنتهي ولكن بتنتهي بفائده كبرى يعني. صحيح. لكن هم ما يكونوا خاطين الفهم ده، يحاول يشوشوا عليه والفهم الأصلا هو وضعه ويعني نفذه اللي هو أنه أقبل على الزواج بشكل كبير. بعد ذاك بيحسوا بأنه هو كزوج مفترض يعني يلقى زوجته دي في أي وقت في أي زمان في أي كيفية. بيدخلوا حتى في شكل علاقاتهم الخاصة بينه وبين بين الزوجين. دي نظرة الأسرة لأسرة الولد أو أسرة الزوج لابنها. الابنة برضو أهلها بينظروا لها في إنه زوجها في إنه مشغول من الدراسة بيها، في حياة ما وفر لك اهتمامه كله مثلا بقى في دراسته، اليوم كله بقى في علاقاته الخاصة مثلا في الجامعة وزميلاته وزملائه، وبعد ذلك يدخلوا فيها شكوك ويدخلوا فيها مفاهيم يعني تحاول تسير بيها شعور هي اصلا ما موجود عندها. اللي هو شعور بتاع الغيره وشعور بتاع المحاسبه وشعور بتاع الاسئله، انت جيت من وين وانت تاخرت ليه وانا عارفه الجدول بتاع الجامعه. في كثير من الاشكال قاعده تجيني بالفهم ده يعني. ده بنقول لهم انتوا كنتوا متفقين، انتوا كنتوا متوافقين تماما يعني سنه مرت من حياتكم الزوجيه، الجد جديد شنو؟ بعد شويه بعد الجلسه الاولى الجلسه الثانيه تلقى انه في تدخلات تانية يعني أثارت فيها الإحساس والشعور ده حيقلب الحياة لجحيم حقيقة. صحيح يعني. صحيح. هل ممكن أستاذ سلافة يكون برضو الأطفال يكون في عائق أو يزيد مسألة التحديات الموجودة بالنسبة لهم إذا كان موجود أطفال؟ بالتأكيد إذا بيجي في صراع من أسرة الأب وفي صراع من أسرة الأم وبيجوا في أطفال، حيبقى الصراع في الأطفال ذاتهم. يعني منو حيمسك الأطفال ومنو اللي حيتعامل معاهم؟ أسرة الأب حتكون دي وسيلة ضغط بالنسبة للـ 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 للزوجة عشان تقعد، يرفضوا إنه يمسكوا الأطفال ويرعوهم. أسرة الأم برضو بتقوم بنفس الفهم في إنها ليه ما يوفر لك، ليه ما يوفر لك؟ لأنه ما وفر لك مثلا من تساعدك أو تعينك، مثلا جاب لك إدادة أو مربية يستساعدك، لأنه الفلوس كلها هي ماشية للدراسة. صحيح. كلها ماشية لصرفه في الجامعة. صحيح. على زملائه وزميلاته. ما مفترض يعني تبقى الأطفال بيكونوا هنا في محل بتاع النزاع، وسيلة طاعة الضغط لكل من الطرفين يعني. هتبقى مشكلة إذا الأطفال نفسهم بيجوا يرحلوهم، مرة يودوهم لبيت الحبوبة، مرة يجيبوهم البيت، مرة يحسوا إنه في
مناقشات حوالينه وما الليله هيمشي وين، تاثيراته ممكن تكون سلبيه ولا ممكن يفهموا بانه في ضغط معين لفتره وبعدها؟ بتكون سلبيه تماما يعني، لانه الطفل مفترض يكون مستقر. الطفل لازم يكون في بيئه مستقره، البيئه المستقره عشان تكتشف لي مهاراته، عشان تدعم لي معه تعامل جيد، عشان تعدل لي من سلوكه وترشده وتغرسيه فيه الغيم. لكن اذا بقى متنقل من هنا من منطقه لمنطقه او من اسره لاسره، حتى تحديد السلوك الخاطئ من تحديد السلوك السوي الطفل ما بيقدر يحدده، لانه كل اسره عندها منظور لتحديد السلوك، اذا كان ده سوي ممكن ذاك يشوفه غير، واذا ده كان كده فهنا الطفل بيكون في حيره من امره. مولا بشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمتيها لنا استاذه سرافه بصاوي، انت اخصائيه اجتماعيه على المعلومات، وان شاء الله تكون لنا حلقات ثانيه. شكرا لك. ان شاء الله نلقاكم مشاهدينا بعد الفاصل، خليكم معنا. بيت الهنا، اهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا، نتواصل معكم في بيت الهنا، والمره دي فقرتنا في الصحه بالنسبه للمراه، هي نصيحه موجهه من دكتور ابو بكر محمد علي نصر استشاري النساء والتوليد. تعالوا نشوف مجهز لنا شنو. تفضل. نرحب بالساده المشاهدين في فقره امراض النساء والتوليد. هنتحدث في هذه الفقره عن اللحميات في الرحم. اللحميات في الرحم من الاشياء الشائعه كثير جدا جدا، ونسبة وجوده في النساء عالية خالص، لكن معظمها ما بتكون معروفة وبتكتشف بالصدفة في بعض الأحيان. اللحمية ببساطة هي ورم لي في حميد في عضلة الرحم، وعادة هو بينمو في عضلة الرحم، وبعد ذاك يا إما بقى على الجدار الخارجي أو دخل على بطانة الرحم من جوا. فمعظم اللحميات بتقوم صغيرة وبتبدأ تنمو بمعدل بسيط جدا جدا على فترات طويلة خالص، عشان كده قد تكتشف زي ما قلنا بالصدفة في انه يتعامل مواجهة صوتية لأي سبب من الأسباب. على حسب موقعها وحجمها بتكون أعراضها، في معظم الأحوال ما عندها أي أعراض وما عندها أي مشاكل وما عندها أي مخاطر على السيدة، ولا حتى مفهوم إنها حتبقى مرض خبيث الناس ما تديه وزن أكتر من حقيقته. طيب بيبقى الأعراض المهمة اللي بنلاقيها معاها إنه في بعض الأحيان بيحدث معاها اضطراب في الدورة، وده بيحدث لما تكون اللحمية قريبة من بطانة الرحم. في الحالة زي دي بتخلي تجويف الرحم وبطانته وحجمها كبير، وبيحدث نزيف وتكون في دورة يا إما ما منتظمة أو تبقى في دورة غزيرة، وفي الحالة زي دي بتحتاج لتدخل. طيب في بعض الأحيان اللحمية لما تكون في الناحية الأمامية وقريبة من المثانة، في بعض الحالات النادرة قد تؤدي لأنه والله يبقى التبول يبقى كثير، أو في بعض الأحيان ممكن تؤدي لحبس بول، ودي حاجة نادرة عند النساء. طيب الشيء اللي بيهم الناس كثير جدا وسؤال بيطرحوه الأثر اللحمية على موضوع الإنجاب. طيب من أسباب اللحميات تأخير الإنجاب، يعني تأخير الحمل لأي أسباب، هي ما تزوجت أو تزوجت وأخرت الحمل، ده بيخلي إنه احتمال تكون لحمية أكبر. طيب هل اللحمية بتمنع الإنجاب؟ ده بيعتمد على مكان اللحمية، إذا كان مثلا هي داخل تجويف البطن أو تجويف الرحم، أو هي قريبة من الأنبوب وعملت انسداد في الأنبوب. لكن إذا كانت لحمية صغيرة وبعيدة من الأشياء دي كلها اللي ذكرناها، ما بيكون في سبب إنها هي تمنع الحمل. الناس تفتش لأسباب تانية في الأول عشان تستبعدها. لكن إذا الواحدة محتاجة تمشي تعمل إخصاب خارجي وفي لحمية، بينصحوا إنه يشيلوا اللحمية قبل كده. طيب بيبقى بالنسبة لنا علاج اللحمية شنو؟ بيعتمد على الحالة، إذا ما عندها أعراض وهي حاجة صغيرة ما في داعي نتدخل، لأنه الجراحة عندها مشاكل. لكن إذا كان عندها نزيف وأشياء زي دي بتحتاج لأنها تشيل اللحميات. طيب في بعض الأحيان إذا الأسرة اكتملت والوحدة سنها فات الأربعين، بدل ما تشيل اللحمية وتجي تتكرر بعد الجراحة، مرات من الأفضل إنه تشيل عضلة الرحم كاملة. في بعض الأحيان بندي بعض الأدوية عشان تقلل الدم البنزين. يبقى يا جماعة كل حالة بتاعت اللحمية بتغيم على حسب حالتها وعلى حسب احتياجها، وعلى هذا الأساس بيختلف الأمر من شخص إلى شخص. في الختام نتمنى أن ربنا يوفق الجميع أنهم يقدروا يتوفقوا في أنه يتفادوا هذه المشاكل ويكون الحياة تمشي بصورة سليمة. وفي الختام شكرا جزيلا وعودة إلى الاستوديو. نشكرك دكتور على المعلومة ونشكرك على النصيحة. ومشاهدينا الكرام نصيحتنا دائما للأزواج إنهم يخلوا بالهم من بعض، خاصة إذا كانوا الاثنين بيدرسوا أو إذا كان بالتأكيد واحد بيدرس فيهم. الدعم لابد أنه يكون من الطرف الآخر، هي بتعزز العلاقة الجيدة ما بين الزوجين، وبالتأكيد بتعمل نوع من التطوير الذاتي في المستقبل. هنا أتشرق دوت تي في إيميلنا، نتواصل به دائما معكم بإذن الله. لنا بكرة مواعيد جديدة.
مع السلامة.